السلام عليكم، صباح الفل. عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. ده فيديو سوق جمعه للكلاب الجلد. في لقطتين حلويات، فعلا فعلا حلويات، يعني هتشوفهم وانت بنفسك اللي هتقرر ان دوم حلويات فعلا ويستاهلوا اي مبلغ، لكن اسعارهم حلوه قوي ما شاء الله. سيبك بالكلاب والحلويات والكلام الفارغ ده، صلي على النبي وقول عليه الصلاه والسلام اهم من اي حاجه. قول عليه الصلاه والسلام قبل لايك، قبل شير، قبل كومنت، قبل اي حاجه. تشوف فيديو نازل كده قول اللهم صل عليك يا نبي وخش واتفرج. تمام. بص، اللقطتين بتوع الكلاب عشان برضو ايه، في ناس هتبقى عايزه تعرف انا برشح ايه مثلا في السوق ده. انا برشح الكلب البوكسر قوي والكلبه الدوبرمان قوي قوي قوي، يعني الاثنين دول برشحهم في الفيديو ده بالذات. دول برشحهم كلاب بصيت عليها فحصتها، كلاب حلو وباسعار ولا في الخيال. فاللي يعجبك اتصل على صاحبه، يلا بدنا نتفرج على السوق قبل ما اطول عليك عشان الاثنين عجبوني جدا ما شاء الله. يلا بدنا نتفرج على السوق ونشوف الدنيا فيها ايه. ده داكر بوكسر من البواز الصعبة قوي يعني، بس مفيش بوز، دماغ متطبقة. يا ولد. في طول حلو. بص، طلع الكلب كده من رجلك، خلينا نشوف جسم. ايوه كده، 6 شهور بس جسمه رياضي حلو، بوكسر يعني زي ما الكتاب ما قال. مطلوب فيه كام ده باشا؟ ب 2000. حلو، ب 2000 جنيه. اديني رقم التليفون. طيب 0128 20 4 6 5 2 3. الدماغ دي حلو، فرصة. ده بقى 2000 جنيه. والله جار جيرم، ايه اللي انا بقوله ده؟ ده كربيت بلاور. عنده قد ايه؟ 8 شهور. سجوزه حلو، دماغه كويس. سعره كام؟ 1000. ب 1000 جنيه. حلو، استنوا لسه بيضة لبن. باندا ب 1000 جنيه. اديني رقم التليفون. طيب خليه يتحرك بس اشوف حاجة. اسمه سيزر؟ حلو، حلو برضه كويس. ب 1000 جنيه مجنون. اديني رقم التليفون يا معلم. رقم التليفون كام؟ اديله رقم. ولا هات يا باشا. 012 7 8 9 11 7 5. ده رقم صاحب سعيد الدول. سعيد الدول رقم اهو. الكلب اهو ب 1000 جنيه. ده دكر روت. اصحى يلا. ايوه كده. حلو. ايه ده يا عم؟ بوتشر. بكام المعلم بوتش؟ بكام؟ 2.5 ب 2500. والظبوطة يا جه؟ ايه الظبوطة؟ صباح الفل يا باشا. هتصور حسين؟ هتصور حسين يا جدع.
استنى بتصوروا سيلفي انا صوروا سيلفي على تليفونك حط الكلمتي باسم انا ب 2000 ونص ذكر اديني رقم التليفون يا حمادة اديله رقم حمادة اديله رقم تليفوني قول يا معلم 012 7 2 4 1 2 6 3 5 والكلب البائس ده اهدى الجولدن ده ولا بيت بنوتة يعني بكام دي؟ 1500 شايف السونار ما بي كده اهو صويا بوتشر خلاص بقى خليه يهدى اصور مواصفاته بس دماغه حمادة هيصور مواصفاته حمادة مسك الكلب يا عم الراجل ده انا عارفه من على النت بيصور ادم بابا ما بحبش الارجاله انا بوتش ده مش بيتبول بولي ولا بيتبول اكس لارج ده بيتبول كنبه انا عارف اكس لارج لونه تشوكليت بس هو كلب عملاق ضخامه كويسه في دماغ حلوه مبوظ شويه بس زال في منطقة نادرة شوية منطقة حلوة عايز في كام يا معلم؟ ب3000 جنيه احط ايدي عليه ولا هياكلها؟ لا حط اوامر شرس بص هو بالامر كلب كلبوز اهو خلاص خلاص يا نجم خد دي اقطم قطمة صغننة خلاص كلب حلو هو عنده قد ايه؟ 11 شهر اديني رقم التليفون كده هات انا اطلع الرقم يا عم في شراسه صح؟ في شراسه اوامر اوامر هات اطلع انا الرقم يا عم والله ده الموضوع سهل جدا 012 76 35 79 4 8 ورينا بقى ايه نمره شراسه كده عشان بس انا شايفه وادي مش عايزه يبان طيب ما اضربوش من غير ما تتقايل بيهاب بس ايه شكله مش بتاع شارع قوي لا 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 هو عايز بس ايه اول مره ينزل عشان اول مره ينزل الكلب شكله مش بتاع نزول صاحي طول الليل انت فاهم يعني بص يعني خلي بالك اي مجهود يعني بتاع مره تعبان خلاص الكلب ده في الانتاج هيخلف حاجات حلوه سواء حجم سواء لون سواء حجم جمجمه هو كويس لا بتعمل بيدك كده كتير اهو خشب خلاص ما نغطش عليه عشان الكلب شكله مفرهد مدحت ده بتاع مدحت اسمه شارون شارون الكلب ده كان شرس قوي كان متخلف هم اصلا مسمينه شارون عشان كده كلب ما بيتفهمش هو بس عنده مشكله كيس دهني في رجله تمام ده بتاع عم مدحت اللي عايز يجيب رقم عم مدحت هتلاقيه في السفن ب 1200 وفي كلام ماشي كلب ده ب 17 1700 ماشي يا عم كلب تقيل فكرني بدييجو
كان عندي حته متخلفه كده اسمه دييجو. عيني على الجميل لما تيجي عليه الايام. بنوته بتبول ساعات بوزها قصير شكلها كده داخلها بوكس اسمها حلو لونها مميز. تعالى جميل وريني سنانك. بوز مقلوب ماشي. عايز فيها كام يا باشا؟ ألف بألف ونص. اديني رقم التليفون. 012 82 150 265. شاوة ما خفيف. هلا حمو ابو رامي ايه نازل السوق بكلب دوبرمان. حتة رد قاتلة. سنة ونص سنة ونص وجايبة بطن وجايبة بطن قبل كده. الدوبرمان ده عالي قوي. عيلة عندها قد ايه؟ 8 شهور بس ما شاء الله عليها. حجم جريد دان ده. بص البوز الطويل الرفيع و... لا لا الكلبة دي مش بتاعت سوق خالص مستحيل. بس كلبة عالية قوي من على الأرض. بص كلام ارتفاع بالصلاة على النبي. بوز هي بس ايه كان ناقصها شغلان. انت شرسة ولا طبطب؟ ايوه طبطب صح؟ اطبطب؟ ودلع؟ سنانها بيضة لبن لسه عيلة فعلا. ما شاء الله عليها. بس كلبة كلبة ابو رامي الله الله اكبر بالصلاة على النبي ربنا يحسن سوقها. ما شاء الله عليها. بكام الكلبة دي يا ابو رامي؟ ب 3000 جنيه. والله مش خسارة. يديني رقم التليفون ابو رامي. 012 2 3 8 2 7 3 2 3 الكلبة دي يا جدعان اللي غاوي دوبرمان يعرف يعني ايه النتاية دي. بس ابو رامي جميع الشرافة. ايش ده ابو رامي؟ البوز ده لا لا كلبة ما تتفوتش كدوبرمان والله. دي ما ينفعش تتفوت لو انت غاوي دوبرمان بجد. دي سفلة دي ام حساسية السفلة. بس دي اللقطة. دي اللقطة بجد يعني بتاعت النهارده. نتايا دي حيضة. ابو رامي اهو. وارجع برضو بالموهوم بيها دي. امرايا. بص الكلبة غزالة فعلا. ما شاء الله عليها. ما شاء الله. السلام عليكم. صباح الفل. عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. ده فيديو سوق جمعة للكلاب الجلد. في لقطتين حلويات فعلا فعلا حلويات.
يعني هتشوفهم وانت بنفسك اللي هتقرر ان دوم حلويات فعلا ويستاهلوا اي مبلغ، لكن اسعارهم حلوة قوي ما شاء الله. سيبك بالكلاب والحلويات والكلام الفارغ ده، صلي على النبي قول عليه الصلاة والسلام اهم من اي حاجة، قول عليه الصلاة والسلام قبل لايك قبل شير قبل كومنت قبل اي حاجة. تشوف فيديو نازل كده قول اللهم صل عليك يا نبي وخش واتفرج. تمام، بص اللقطتين بتوع الكلاب عشان برضو ايه، في ناس هتبقى عايزة تعرف انا برشح ايه مثلا في السوق ده. انا برشح الكلب البوكسر قوي والكلبة الدوبرمان قوي قوي قوي، يعني الاتنين دول برشحهم في الفيديو ده بالذات، دول برشحهم. كلاب بصيت عليها فحصتها، كلاب حلو وباسعار ولا في الخيال. فاللي يعجبك اتصل على صاحبه، يلا بدنا نتفرج على السوق قبل ما اطول عليك عشان الاتنين عجبوني جدا ما شاء الله. يلا بدنا نتفرج على السوق ونشوف الدنيا فيها ايه. طبعا في نهاية الفيديو احنا هنقول اللهم صل عليك يا نبي، هتصلي على النبي وتقول عليه الصلاة والسلام. تمام، لو عايز تتواصل معايا من خلال الواتساب عندك 011-415-799-33، ده رقم الموبايل الخاص بيا، تقدر تتصل عليا من 6:30 مساء لحد الساعة 8 ده هتتصل عليا التليفون لو عايز تتواصل. لو حابب تبعتلي حاجة على الواتساب، كلاب حمام ذئاب ثعابين اي حاجة، تمام عرضها لك للبيع تحت امرك طبعا في اي وقت وفي اي مكان. لو انت عايز حاجة برضو قول لي، ساعات بيبقى قدامي حاجات لقط هتلاقيني بقول لك في كذا وفي كذا، في فلان عنده وفي فلان عنده، اي حاجة طبعا تحت امركم. صباحكم فل، سلام عليكم.